اهلا بكم متابعين في موقع مصرف كل مكان، معكم عبر هذا البث المباشر الجديد من محافظة سوهاج وتحديدا من مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية بنات بمدينة سوهاج. السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم يتفقد حضور الصباح مع مربادة المدرسة. متابعو ومشاهدي الموقع، وصل منذ قليل وزير التعليم تفقد عدد من المدارس اليوم السبت، وهي المدارس التي ستعمل اليوم السبت واليوم الأول من مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية، وشهد حضور الصباح السيد محمد عبد المطلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هامش زيارته لعدد من مدارس إدارتي سوهاج التعليمية وأخميم التعليمية. Thank you.
من المقرر أن يتفقد محمد عبد المطلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته لمحافظة سوهاج مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات ومدرسة اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية ومدرسة ناصر الابتدائية ومدرسة الإعدادية الحديثة بنات مدرسة عرب الأطفال الابتدائية ومدرسة جالتري المشرف الثانوية بنات وعدد آخر من المدارس التي ستعمل اليوم السبت بداية العام الدراسي الجديد. خارو استاذ محمد خارو اديني سيكه جنبك لا يتكلم مع بلغات لا يتكلم مع فرزات ها واحضر الطابور معانا بس امام الجروس ماشي ماشي يرافق محمد عبد المطلب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج وعلى عبد الجابر سكرتير عام محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود والدكتور ياسر محمود كل زملاء التربية والتعليم محافظة سوهاج متابعينا ومشاهدينا الكرام متابعي ومشاهدي موقع مصراوي رصدنا لحضراتكم في بثنا المباشر من محافظة سوهاج أول نقطة من زيارة محمد عبد المطلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج أشكركم متابعينا ومتابعين الكرام على حسن المتابعة وطيب المشاركة كنت معكم من محافظة سوهاج عمار عبد الواحد.